هاد العشية ولدي عارض على صحابو وغادي نوجد لهم الكوتي فاعل تارك حمر لولدي الوجه. غنوجد لهم لي بيني كنموت عليهم انا حتى هو مصابغي نخلي لهم شويه قبل ما يدخلوا. الله خد جبانه غندير فيها جهد، ما تنسيش كاس ديال اتاي هو العبار بيني وبينك، جوج ديال كيسان اتاي ديال الماء سخون، غندوب فيهم شويه ديال الملحه، غندير معلقه واحده ديال الخميره حتى العجينه ديال الخبز ديالنا حنا، وعلى حسب السكر واش كتبغي داكشي حلو ولا ماشي حلو. انا ما جاش عليا السكر، غندير معلقه واحده ديال السكر كبيره. بغيتيهم يجيو خفاف لي بيني زيدي فيهم ربع كاس ديال مناضه بيضاء. هتخلطي من بعد هادشي كله مزيان وغتخليه يرتاح واحد 10 دقائق. قسمان المكانه هي دي دابا دازت، غادي نزيد 4 الكيسان ديال اتاي ديال الطحين، وغادي نخلط العجينه مزيان خاصها تبقى جاريه، ومن بعد غادي نخليها ترتاح واحد ساعه حتى ساعه الا ربع ولا ساعه وربع على حسب عينك ميزانك. الزيت هي دابا سخنات، غادي نلوح فيها لي بيني بالمعلقه ونخليهم يطيبوا. انا غادي نسربي ليهم هاد لي بيني بشويه ديال العسل، شويه ديال القرفه، وشويه ديال القرقاع محمر. الا ما بغيتيش سكر كلاصي اولا سكر سنيده،